عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل سلطان نعم المستشار شيخ وله في الركض دور يا مروى في الأمر ختيار وموفق في كل شور عماري الوثبى عمار يا من تلقى في الجنة حور بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان هكذا تستمر المنافسات والتحديات في سن اللقاية لتعلن في هذه اللحظات انطلاقة الشوط العاشر للأبكار اللقاية المهجنات مباشرة مع المركز الأول لأتابع راهية سعيد بن سيف بن سالم النيادي من يقدم لنا راهية مع المركز الأول المركز الثاني أتابع القادمة والمنطلقة في هذه اللحظات القادمة في هذه اللحظات أتابع منصورة صالح بن سعد بن حمد العامري يتقدم مع المركز الثاني المركز الثالث أتابع القدوم والحضور من همس فالح بن ياسر بن فالح الشامسي يتقدم مع همس مع المركز الثالث المركز الرابع القادمة والمنطلقة القادمة في هذه اللحظات أتابع القدوم من الشاهينية سعيد بن محسن بن سالم المحرمي هي القادمة مع المركز الرابع المركز الخامس القدوم والحضور أتابع رتاج سعيد بن منانة بن غدير الاكتبي بينما المركز السادس أتابع القدوم والحضور في هذه اللحظات القادمة والمنطلقة أتابع القادمة في هذه اللحظات متابعينا ومشاهدينا الكرام لبقى سالم بن دويس بن علي الخيالي يتقدم مع لبقى مع المركز السادس المركز السابع أتابع القدوم والحضور متابعينا الكرام في هذه اللحظات من ضمن دويس بن محمد بن مبارك الشامسي بينما المركز الثامن القادمة في هذه اللحظات تتابع المنطلقة بكل قوة القادمة هجر عوض بن مهدي بن هادي الأحباب قادم مع هجر وأيضا القدوم مع المركز التاسع القادمة طلة رصاص بن سالم بن رصاص العامري وأيضا القدوم مع المركز العاشر القادمة والمنطلقة تابع الشبابية علي بن عتيق بن علي بالقوم الاكتبي ولكن العودة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول إلى الصدارة الأولى إلى التحدي الأول من تحتل الصدارة في هذه اللحظات الله الله يا المنطلقة تنطلق مع الصدارة في هذه اللحظات أتابع الحذرة سلطان بن يعقوب السعيدي قادم في هذه اللحظات يحتل المركز الأول المركز الثاني القادمة متابعين الكرام والمنطلقة همس فالح بن ياسر بن فالح الشامسي قادم مع همس مع المركز الثاني المركز الثالث أتابع القدوم والحضور من طلة رصاص بن سالم بن رصاص العامري قادم بكل قوة مع
المركز الثالث المركز الرابع القادمة والمنطلقة راهية سعيد بن سيف بن سالم النيادي قادم في هذه اللحظات، ولكن العودة إلى همس، همس يا الشامسي، من تحتل الصدارة، من انطلقت بالمقدمة في هذه اللحظات في هذا التحدي الكبير. أوصلت طلة، طلة طلة في هذه اللحظات، مرحبا بها الطلة، مرحبا بالقادمة، مرحبا يا رصاص، يا سالم يا بالرصاص، يا العامري يقدم لنا طلة، طلة وهمسة، اللحظات الأخيرة والقادمة اللي حضرت متابعينا الكرام كرارة، مطر بن محمد بن دحراي العامري قادم في هذه اللحظات، طلة طلة وكرارة، كرارة وطلة، ولكن الفوز وين؟ الناموس وين؟ يا كبار يا عمالقة، ما بين طلة ما بين كرارة، كرارة وطلة، وين الفوز؟ وين الانتصار؟ ولكن كرارة كرارة كرارة، الله يا مالك كرارة، طار بالفوز مطر بن محمد بن دحراي العامري، طار بالسلام، طار بالانتصار، ما شاء الله تبارك الرحمن على كرارة وانطلاقة كرارة. نعم مطر بن محمد بن دحراي العامري المركز الثاني، اوصلت طلة متابعينا الكرام، رصاص بن سالم الرصاص العامري المركز الثالث، اوصلت مع المركز الثالث هبايب حمد بن غالب بن سلطان هديفي الكواري المركز الرابع، اوصلت الشبابية علي بن عتيق بن علي بالقوم الاكتبي المركز الخامس، اوصلت مع المركز الخامس متابعين الكرام راهية سعيد بن سيف بن سالم النيادي، اذا تهانينا والناموس لمالك هذا كرارة متابعين الكرام، انطلقت بشعارها الكبير مطر بن محمد بن دحروي العامري، استطاع ان ينتزع هذا الفوز، التوقيت الزمني ولحظة الوصول 7:28 بالوفاء والتمام، تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني اوصلت طلة رصاص بن سالم الرصاص العامري وتوقيته الزمني، اوصلت متابعينا الكرام بتوقيت الزمني 7:30، 7 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. بينما اللي احتلت المركز الثالث وصلت مع المركز الثالث هبايب حمد بن غانب السلطان الهديفي وتوقيت الزمني 7:30، 7 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.